الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره وعلم الإنسان البيان أغزره، والصلاة والسلام على من تجلت أنواره وارتقت سيرته وأخباره، وعلى آله وأصحابه المغترفين من بحر علمه وأسراره. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى إطلالة متجددة وبرنامج جديد ومشوار جديد أيضا لبرنامج قهوة الصباح في هذا الصباح الجميل الأحد وبداية الأسبوع. يا رب العالمين يكون أسبوع حافل بالجد والعطاء والمثابرة والاجتهاد في مختلف المجالات خدمة لهذا الوطن. فصباح الخير لكل من يتابعنا من الآن اليوم الأحد إلى يوم الخميس من 9:30 إلى 11، ويا رب العالمين كل الفقرات والمحطات والمتابعات أيضا لمختلف الفعاليات والمناشط المقام على أرض السلطنة تقترب منكم ومن ذائقتكم الطيبة. فصباح الخير للجميع، وصباح الخير أيضا على زميلاتي وعلى زميل أيمن اللي راح يشاركوني تقديم هذه الحلقة والابتداء مع حوراء. صباح الخير. أهلا. وصباحك نشاط حيوية. حياك الله يا سيف. صباح الخير لجميع مشاهدينا الكرام، وصباح الابتسامة. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام أينما كنتم تتابعون برنامج قهوة الصباح في هذه الإطلالة الجديدة وفي حلقة الأسبوع. إن شاء الله يكون أسبوع عمل كذا حافل بالجد والاجتهاد، سواء كان على المستوى الشخصي أو على المستوى العملي. إن شاء الله حلقتنا راح تكون حافلة أيضا بوقفاتنا وأيضا موضوعاتنا المتنوعة. نتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة. راح نتعرف على طبعا فقرات البرنامج بعد ما أرحب بزميلي أيمن. وصباحك رياضة أيمن. صباح الخير يا حوراء، وصباح الخير لزملائي سيف وفايزة، وصباحكم خير مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان وبرنامج قهوة الصباح في هذه الصباحات الجميلة. نتمنها دائما صباحات ملؤها الأمل والتفاؤل، وبداية أول يوم أسبوع نتمنها أيضا مفعم بالحيوية والنشاط والهمة من أجل عمل وطاقة إيجابية بإذن الله تعالى. واليوم بإذن الله تعالى سنكون على موعد مع فقرتنا الرياضية وموضوعنا الرياضي، ولكن قبل ذلك دعوني أيضا أصبح بزميلتي فائزة ونقول صباح الخير يا فائزة. صباح الخير يا أيمن، وصباح الخير لكل متابعينا ومشاهدينا. صباحكم شموخ وعز ورفعة، سلام وأمان في أرض عمان، وصباحكم أيضا رائع ونقي كنقاء قلوبكم أينما كنتم. واليوم أيضا عندنا فقرة عالم المدارس ضمن فقرات برنامج قهوة الصباح، وراح يكون إن شاء الله حديثنا عن موضوع جولي فونكس اللي هو علم الصوتيات. هذا طبعا العلم الذي يختص بمادة اللغة الإنجليزية في مهارتي القراءة والكتابة. التفاصيل إن شاء الله راح تكون موجودة وحاضرة في فقرة عالم المدارس. وأهلا وسهلا فيكم كل من حوراء وسيف. صباحكم مرحبا بك يا فايزة. أنا صبحت بالخير على حوراء، صبحت بالخير أيضا على أيمن وعلى فايزة وعلى المشاهدين الكرام، وأيضا صبح بالخير على ضيوفنا الكرام اللي مشرفينا بوجودهم اليوم معنا في الاستوديو. إذن مجموعة من المحطات مشاهدين الأحبة راح تكون معنا، وكالعادة حوراء راح تخبركم إن شاء الله إيش راح يكون معنا إن شاء الله. يعني نحن رجعنا من بعد إجازة نهاية الأسبوع، نتمنى لجميع مشاهدين الكرام كذا استغلوها بشكل جميل وممتع. دائما نقول حبوا الأحد عشان تحبوا الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى ما نصل أيوة يوم الخميس. عموما يعني من الطرائف الجميلة اللي دائما تنتشر انه الايام تمر بسرعة، نقول مثلا الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، بعدين الخميس، الجمعة، والسبت، على اساس ان الاجازة تمر بسرعة. طيب عموما من الفقرات البرنامج مشاهدينا اليوم عندنا فقرات متنوعة. معنا فقرة الدرر الصحية، موضوعنا اليوم راح يكون عن التوعية بسرطان الثدي، وأيضا وقفة مع أهم الأخبار المحلية والعالمية من خلال الصحف اليومية، وأيضا قوة الإرادة بأجمل صورها مع المخترع السعودي المهندس مهند أبو دية. ومع فقرة الرياضة راح نتحدث عن رياضة الهوكي، وفقرة عالم المدارس راح نسلط الضوء على برنامج الصوتية جولي فونكس.
إذا مشاهدينا هذه كل فقراتنا لليوم. الحين راح ننتقل قبل أن ننتقل أنا بسألك يعني إحنا قلنا إنه 17 أكتوبر يوم المرأة العمانية لكن ما زالت الاحتفالات يعني تعم البلاد احتفاء وابتهاجا أيضا بما تحقق المرأة العمانية في مختلف المجالات. أنت كنت في ولاية صحار واحتفال هذه الولاية بهذا اليوم. نعم كان الهاشتاج أيضا كان متصدر صحار تحتفل بالمرأة. كان الاحتفال جدا رائع. اللي قام بعمل هذا الاحتفال مبادرة من سعادة الدكتور محمد الزجالي ممثل ولاية صحار وعضو في مجلس الدولة. كان الاحتفال جد الشورى عفوا كان الاحتفال جدا رائع وجدا خفيف. كرم يمكن 20 امرأة معطاءة لهذا الوطن الغالي. نعم في 17 أكتوبر يا فايزة ما لحقنا نقول لك كل عام وانت بخير فأنا أقول لك من الحين من جديد كل عام وانت بخير وانت بخير. وفعلا ما زالت الاحتفالات مستمرة حتى اليوم وأظن حتى نهاية هذا الأسبوع رح تكون فيه هناك العديد من الاحتفالات بما أنه يوم مميز بالنسبة للمرأة العمانية. نعم أيمن وأنا وجاي في الطريق يعني جلست كذا أتذكر بعض نشيد كنت دائما أسمعه منك لما كنت في أيام الجامعة تردد دائما فإن يأخذ الله لي نور عيني فقلب العيون وعقل النظر عشقت الحياة اللي بدايته عشقت الحياة وعلقته مقطع قصير صغير هو يلا. أنا وعلينا كل أحد لا لا مقطع صغير يلا بسم الله. عشقت الحياة وعلقت قلبي بلون السماء وماء المطر وهمت بفقد الغيوم بفقد حفظتها أنت؟ أنا نسيتها. هي كانت هذه مقطع قديم احنا كنا دائما نردده زمن الجامعه وايام المدرسه ودائما في الاحتفالات المكفوفين وكذا في المناسبات ابداع البصيره مجموعه ابداع البصيره بالجامعه فكنا دائما نردد هذا من اجمل الاناشيد والقريبه جدا لقلوبنا فكانوا يغنوها بكورال ومجموعه جدا مميزه من الشباب المكفوفين وما شاء الله اصواتهم جدا كانت رائعه فكان هذا المقطع من ضمن المقاطع اللي القريبه جدا لي انا وحب انه اليوم ايمن يعني كاهداء ايضا المخترع السعودي اللي مشرفنا اليوم معنا الأستاذ مهني البودية حقيقة أنا سعيد جدا بوجوده اليوم معنا في برنامج راح يكون إن شاء الله تعالى مشاهدينا الأحبة ونتكلم أيضا عن قوة الإرادة بمشيئة الله تعالى وعن الإنجازات والاختراعات اللي حققها في هذا الجانب. الحين نروح لفاصل نتعرف على حالة الطقس وبعدها إن شاء الله تعالى ستكون الابتداء مع أول فقرات ومحطات برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم فتابعونا. Thank you.
حياكم من جديد مشاهدينا الاحباء، صباح اللحظات الجميله والامنيات السعيده اللي دائما نقول بانها لا تكتمل ولا يكتمل انسها وسعدها الا بكم وبمتابعتكم الدائمه لبرنامج قهوه الصباح. مباشره قبل ان ننتقل للوقفه الحواريه الاولى في برنامجنا، نذهب بكم الى عالم الصحافه وفقره الصحافه والاستعراض اليومي لاهم العناوين والاخبار الصادره في صحفنا المحليه، والابتداء ستكون مع جريده عمان. بتكليف من جلالة السلطان السيد هيثم يرعى ختام حلقات العمل المختبرات الأربعاء المقبل، والتفاصيل. بتكليف من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، يرعى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة يوم الأربعاء القادم الحفل الختامي لحلقات العمل المختبرات، والتي تعد المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الجديد بحي العرفان بمحافظة مسقط. وإلى عنوان آخر، جامعة عمان تناقش خططها وبرامجها الأكاديمية مع تربوية الشورى. والجمعية العمانية للكتاب والأدباء تحتفي بالفائزين بجائزة الإبداع الثقافي غدا، والتفاصيل. سيشتمل الحفل تكريم شخصيتي العام الثقافيتين التي فاز بها هذا العام كلا من الأديب سالم بن محمد الغيلاني وفريق صوتي حياتي، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في مسابقة الجمعية لأفضل الإصدارات لعام 2016. ومن جريدة عمان أيها الأحبة الكرام، ننتقل إلى جريدة الوطن، واخترنا وانتقينا لكم أيضا هذه العناوين. الإدعاء العام، إجراءات رادعة وتعامل حازم مع مرتكبي جرائم التقنية. والأربعاء المقبل، الاحتفال بوضع حجر الأساس لمصنع سيباسك عمان بالدقم، والتفاصيل. تحتفل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأربعاء القادم بوضع حجر الأساس لمصنع سيباسك عمان تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 24 مليون ريال عماني، وسيقام على أرض مساحتها حوالي 400 ألف متر مربع، ويعتبر المصنع أول مشروع من نوعه يقام في الشرق الأوسط، وسيقوم المصنع بإنتاج حامض السيباسك الذي سيستخرج من زيت الخروع الذي يدخل في العديد من الصناعات الكيماوية والبلاستيك والأدوية. 12.5% نموا بحركة المسافرين على العبارات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. ومن جريدة عمان وانتقلنا بكم إلى جريدة الوطن، والآن إلى الخبر العالمي الذي انتقيناه لكم أيها الأحبة. أكبر دراجة في العالم، التفاصيل. يسأل الكثيرون إلى لفت انتباه الآخرين، هذا شيء طبيعي، إما سعيا وراء الشهرة أو الرغبة في أن يكون لهم إنجاز فريد يميزهم. قام المواطن الأمريكي دوان ويريش الذي يعيش في مقاطعة لويس بولاية أوا الأمريكية بصناعة أكبر دراجة في العالم، ويبلغ طول الدراجة 32 قدما وارتفاعها وصل إلى 18 قدما. الحين كيف بيقود هذا الدراجة؟ الله يهديه. عموما مشاهدين الأحبة، دائما كل ما هو مميز، كل ما هو جديد، كل ما هو ممتع، كل ما هو مسلي، كل ما هو مفيد، راح تجدون إن شاء الله تعالى دائما في برنامج قهوة الصباح وبمتابعتكم الدائمة لنا. كونوا أوفياء. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مباشرة إلى الوقفة الحوارية الأولى في برنامجنا، فتابعونا. من يريد العسل عليه أن يتحمل لسعات النحل، مقولة شهيرة في العالم العربي. يسعى مركز جديد متخصص في تلقيح ملكات النحل اصطناعيا في لبنان إلى محوها. المركز الذي أطلق عليه اسم جولدن كوين هو أول مركز من نوعه في العالم العربي، ويهدف القائمون عليه إلى تحسين سلالات النحل وبالتالي زيادة إنتاج العسل في المنطقة.
مؤسس المركز عفيفة بشديد. على طول بيكون عندنا مشكلة بالجنراسيون الثانية والثالثة للنحل وبينتزع وبصير إنتاجه أقل وبصير أجريسيف أكثر وبصير عنده مشاكل. من هون كان المشروع إنه نقدر نعمل صندر للتلقيح الاصطناعي. المركز أنشئ بالمشاركة مع مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويستخدم أحدث المعدات لإنتاج ملكات نحل بجودة عالية واستخراج أفضل الأنواع من العسل المركز. ويقول المسؤولون عن برنامج تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان إن المركز يهدف إلى تحويل هذا البلد إلى مركز إقليمي وعالمي في ذلك المجال، خصوصا مع زيادة عدد خلايا النحل في لبنان بنسبة 50% في غضون 5 سنوات. النحل بلشنا بال 2011 كان حوالي 6000 مربي نحل، هلا حسب احصائيات الوزارة في عنا اكثر من 7500 مربي نحل بال 2016 بهيدا القطاع، يعني هيدا قطاع عم بيساعد بزيادة مدخول عدد كبير من العائلات. عسل النحل دواء وشفاء، ويسعى لبنان الآن إلى تحويله إلى تجارة وصناعة ترفعه إلى مصافي الدول الأكثر إنتاجاً لذلك الشراب حلو المذاق. حياكم من جديد مشاهدي الأحبة، وصباح الخير لكل من انضم في هذه اللحظة ليتابع برنامج قهوة الصباح. مجموعة من الوقفات الحوارية راح نبدأها بمشيئة الله تعالى للحديث حول فعالية يوم التوعية بسرطان الثدي، كانت يوم أمس بجامعة السلطان قابوس وتحديدا في المركز الثقافي وتحديدا أيضا تحديدا في القاعة الكبرى. التفاصيل ستكون بمشيئة الله تعالى من خلال وجود الدكتور عادل بن محمد العجمي رئيس وحدة جراحة الأورام بمستشفى الجامعة ورئيس الرابطة العمانية لسرطان الثدي. دكتور عادل حياك الله في برنامج قهوة الصباح. حياك أخي، سعيدين أيضا بوجودك معنا، وبارك الله جهودكم أيضا اللي تعملوها وتقدموها أيضا للمجتمع فيما يتعلق بجانب التوعية والتثقيف. حياك الله أخي سيف، أختي حوراء، ربي يسعدكم ويحفظكم جميل. وشكرا على هالدعوة. أهلا وسهلا. الله يحفظك دكتور عادل. يعني هذا الشهر في جميع أنحاء العالم فعاليات الشهر للتوعية بمرضان سرطان الثدي، من خلالك راح نتعرف أكثر عن ما أهمية الكشف والتشخيص المبكر لهذا المرض. شكرا، سؤال مميز، ولذلك نحن هنا موجودين علشان نرد على بعض الأسئلة للتوعية، القصد لتوعية المجتمع. كل الأمراض عموما في تزايد، ما فقط نتكلم عن سرطان الثدي، السكري، السمنة، الضغط، كل الأمراض في تزايد. إذا في تزايد لازم الإنسان يتساءل إيش سبب هالتزايد، وإذا عرف السبب لازم ياخذ الحذر وإنه ياخذ خطوات علشان يتجنبها. بالطبع صار الحين الوضع هني نتكلم عن سرطان الثدي. سرطان الثدي تزايد عالمي وإقليمي وعمانيا. فالحين نحن مع الأسف الظاهرة اللي شفناها في عمان عكس اللي موجود في الدول الغربية، إن نسبة السرطان اللي يجي عندنا أغلبيتها من المراحل المتقدمة مش في بدايات المرض. السبب الكشف المتأخر لربما دكتور؟ أعتقد بالطبع هذا هو أهم سبب. وعدم التوعية، ما هذا هو المرأة ما تأخذ بعين الاعتبار، هو لما أنا أتأخر في الكشف معناته أنا ما عندي وعي. نعم. فكلامكم دقيق جدا. فنحن شفنا إذا نحن لازم ناخذ خطوات إيجابية لكي نحل المشكلة أو المعضلة. فكيف مثل ما أنتم ذكرتوا المشكلة هي توعية المجتمع، كيف توعي المجتمع؟ وأنتم مشكورين هذه المبادرة اللي خذيتوها واجبنا. ونحن نفس الشيء قاعدين نسوي، مش هذا أول توعية سويناها. صحيح. نحن سنويا نسوي توعية كبيرة على الأقل 600 امرأة تشاركنا سنويا، وبعدين في توعيات صغيرة نروح للمناطق الصغيرة والمدن الصغيرة والقرى ونسوي. فالتوعية أنا أعتقد ضروري، وأعتقد الكل لازم يشارك، وأنتم مشاركين، ونحن نعمل واجبنا بحكم هذا تخصصنا وحقلنا، والله يوفق الجميع. اللهم أمين. طيب كيف شايف مدى وعي وإدراك وإلمام وثقافة واطلاع أيضا لربما النساء في المجتمع أو حتى الرجال أيضا فيما يتعلق بكل ما بمرض سرطان الثدي؟ مع الأسف متألم للوضع. الوضع مع الأسف التوعية ضئيلة إذا مو بسيطة.
نعم. طيب من خلالكم كيف ممكنكم أنتم تنشروا التوعية بالفعل وأن يكون هناك إدراك لهذا الموضوع؟ ممتاز جميل. هو هذا نحن هني سببه أنتم وأنا وكثير من المجتمع. إيش نسوي؟ نعمل ورشات عمل أو حلقات عمل بالمعنى الأصح اللي سوينا أمس. حاولنا ندعو أكبر عدد من النساء نشرح لهن. أولا نحاول نلعب بالعاطفة. جبنا نحن في أمس في ورشة العمل جبنا بنت تتكلم عن كيف علاقتها مع أمها لما أصيبت بالسرطان، ومن ثم جبنا امرأة عولجت. أنا حتى في المصطلح زمان أول يسموه ضحية. ضحية من نحن ما نسمي ضحية الحين، يعني بالإنجليزي كانوا يسموه victim، الحين يسموه conqueror. الحين نحن حتى بالعربية كنا نسمي هذه من ضحايا سرطان الثدي، ولكن من منتصرات. هي منتصرة خرجت إن شاء الله. دائما لازم نكون مستبشرين، تفائلوا خيرا تجدوه. فالحين التوعية اللي نسويها بهالطريقة، نتكلم نسوي ورش عمل نعدد ونكثر، والتكرار يعلم الشطار، والتكرار يوصل معلومتك لأبعد الأماكن في الكون. جميل. حبيت أنا الفكرة أنه المرأة تتعرف على الخبرات الشخصية يعني للنساء الناجيات من المرض. صح. فهذا الشيء يمكن حاجة تحفيزية بالطبع وتشجيعية للنساء اللي يكونوا موجودين في هذه الفعالية. بالطبع هو صح. ال- 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 الشخص اللي دخل في هذه المعمعة هو أكبر وأفضل إنسان ممكن يوصل المعلومة. صحيح. نعم. يعني أنا يمكن أوصل. تسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أي طبيب. وهني هذا هو صدقت. يعني إحنا كثر ما ننصح يمكن ما نقدر نوصل هالمعلومة. صحيح. مثل ما ذكرت المجرب هني نحن دخلنا في المجتمع عن طريق طفلة وامرأة يتكلمن عن وضع عن إيش كان في فترة العلاج. نعم. يعني الطفلة كانت يعني غطت الطريقة بشكل أكون صريح معك مؤثر جدا. فهذه التوعية. نعم. بالطبع هي توعية عاطفية لإنثير الناس لكي يشاركونا. بعدين في توعية علمية. نعم. الجزء الثاني من هذا اللي بسألك، إلى جانب هذه الخبرات إيش اللي قدمتوه أيضا من جانب التوعية من معلومات وثقافة فيما يرتبط بهذا المرض؟ جميل. سوينا مثل برنامج حي نسأل ونجاوب بعضنا بعض. أنا وزملائي كنا 6-7 معذرة من زملائي أحييهم. لهم كل التحية. الله يحفظكم. كوننا فريق على المسرح أننا نسأل وأجوب الأسئلة اللي نحن نعتقد أن المريضة تريد تسأل، فنحن نسألها، نحن نطرح السؤال. خليتوا نفسكم مكان المريضة. بالضبط. بحيث أن الأسئلة اللي يتراودها أنتوا تطرحوها أساساً وتجاوبوا عليها في نفسك. رائع جداً. هذا لأن نحن بالطبع هالأسئلة كلها تعرض علينا في العيادات. نعم. فنحن بحكم خبرتنا. نعم. عرفنا أن هالأسئلة من الأسئلة اللي تتردد كثيراً. إيش أبرز الأسئلة هذه دكتور؟ يعني ليش أنا؟ ليش قاعد يزيد السرطان في عمان؟ نعم. ليش صابني أنا؟ ترى الإنسان لما يصيب يفكر أنه عامل وراثي. سرطان الثدي وكل السرطانات أقل من 25% لها عامل وراثي، 75% ما لها ربط بالأسرة. صحيح. ولا لها ربط بالجينات. نعم. لها أسباب ثانية، ولذلك المرض هالأسباب الثانية اللي نحن نحاول نتكلم عنها واللي تكلمنا عنها، وهالأسباب الثانية اللي أنا أقدر أتحاشاها. نعم. اللي تحاشها بالوقاية. وكان عندنا من ضمن المتحدثات. نعم. الله يحفظها دكتورة سعاد الخروصية، تكلمت بشفافية عن الوقاية. فالوقاية بالطبع بسيط جدا. الوقاية الإنسان يسوي في بيته، وانت أنا أعتقد دائما على قهوة الصباح تروجون موضوع الرياضة. نعم. الرياضة عندنا فقرة ثابتة. أيوة. فالرياضة والمأكل والمشرب الصحيين يحاشيك 70% من الأمراض، مو بالسرطان، السكري، السمنة، ضغط، أمراض القلب وما شابه ذلك. فنحن 70-75% من أمراضنا بيدنا نحن نتحاشاها. نعم بالفعل. يعني أنت ذكرت أستاذ دكتور عادل أن سرطان الثدي بالفعل لا يعرف حدود اجتماعية أو اقتصادية، فلازم أن نحن نوعي المجتمع في كيفية مكافحة مرض السرطان. ذكرت من الأسئلة اللي يمكن أنتم ذكرتوها تزايد طبعا يعني على الإصابة بسرطان الثدي. ليش التزايد هذا هنا في السلطنة؟ جميل. التزايد عالميا، والسلطنة جزء منها العالم. نحن عايشين على نفس الأرض، اللي يصيب العالم يصيبنا نحن. التزايد أولا عدد الأنفس عالميا في تزايد،
ونحن متوقعين في 2030 يوصل عدد الأنفس على سطح الأرض أكثر من 8 ملايين. بالطبع إذا الأنفس زادت من مشاكل تزيد، ومن ضمن المشاكل المرض. بعدين العادات السيئة اللي أنا ذكرتها من قبل شيء في المأكل والمشرب. أسلوبنا الغذائي، أسلوبنا غالبيتنا مع الأسف في تكاسل، ما نتحرك، ما نتريض، أوكي؟ وبالطبع القلق النفسي له دور كبير ترى في المجتمع. الغالبية ما مرتاح من نتائجه. فهالأشياء بالطبع تزيد من النسبة. وبالطبع السمنة، السمنة يعني في بعض الدول السمنة واصلة 65%. 65% من الشعب يعتبر من الناس اللي يشتكون من مرض السمنة. السمنة عموما يعتبر مرض الحين. الغذاء والمشرب وبعدين التدخين، الحمد لله في عمان هالظاهرة ما موجودة كثيرة. وأتمنى من المسؤولين أن من الحين يأخذوا أي مبادرة بأن يقللوا من انتشار التدخين. غير التدخين بالطبع الأشياء الثانية اللي نحن الحمد لله في عمان ما مذكورة، المشروبات غير صحية وكذلك، فهالأسباب. ففي العالم كل هالأشياء في تزايد. بالطبع إذا أنا عادتي في الغذاء وفي الرياض وهذه سيئة، وبالطبع أنا أتجه إلى الصحة الغير مرغوبة وزيادة الأمراض والمشاكل الصحية. طيب كلمني أيضا دكتور عن يوم التوعية بسرطان الثدي اللي كان في الجامعة، كيف شفت تفاعل أيضا الحاضرات أيضا في القاعة؟ نحن بغينا نغطي أكبر عدد من الناس، ولكن اللي جو عندنا النخبة. النخبة المتعطشة للعلم ونحن أو للتوعية، النخبة إجوا، والنخبة اللي يقوموا بواجبنا. أنت دائما تحاول تجذب نخبة المجتمع. نخبة المجتمع هو اللي يوصل معلومتك للآخر. فأنا أعتقد نحن نجحنا في هالشيء. والجميل أنه كان في جامعة سلطان قابوس. هو الجامعة عموما في كل العالم، الجامعة هو المركز الأكاديمي، المركز للنشر المعلومات العلمية، منارة علم ومعرفة. أشكرك. هو هذا. فلذلك نحن بديناها في مركز الجامعة، ونحن كدكاترة أكاديميين ارتئينا أن نحن من واجبنا أننا نعمل شيء في المجتمع. أما أن أجلس أقول المرض يزيد، أقعد وألوم نفسي وألوم الهوى وألوم المجتمع وألوم الغذاء، مكتوف اليدين، أي مكتوف اليدين، هذا ما ينفع. صحيح. إذن أنا لازم أخذ خطوات إيجابية أن أحاول أن أجد علة أو سبب، وإن عرف السبب بطل العجب. فهذا هو نحن في الجامعة بالتعاون مع الرابطة العمانية لسرطان الثدي اللي وفرون الأكاديميين سواء هم في الجامعة مثل أنا أكاديمي في الجامعة وأنا رئيس الرابطة العمانية. فارتئينا أن نحن لازم ناخذ خطوات، مو بخطوة، خطوات. ولذلك نحن في خلال سنة عملنا خطوات جبارة، فالحمد لله النتائج زينة. بالنسبة للسؤال اللي سألتني، الجزئية الثانية، إيش كان محور النقاش؟ نحن أولا تكلمنا عن نسب السرطان اللي قلت لكم في تزايد. بعدين تكلمنا عن معرفة بسيطة عن ما هي السرطان. والميزة اللي أريد أوضح لكم، كانت الحلقة أو الورشة باللغة العربية. اللغة العربية المبسطة. جميل. نحن بغينا نوصل للناس، نوصلهم المعلومة. جميل. بعد هذه تكلمنا عن الوقاية، الوقاية خير من العلاج. ومن ثم دكتورة مروة الريامية الله يحفظها تكلمت عن علم الأنسجة. ترى السرطانات نفسها، الحين نتكلم عن سرطان الثدي، في أوروبا وفي عمان إن يصيب نفس العضو، ولكن لعلمك يختلف من مكان لمكان. نحن مع الأسف سرطان الثدي اللي موجود عندنا مش فقط يصيب الفئة العمرية الصغيرة، ولكن بطريقة شرسة. يعني صفاتها صفات شرسة، طريقة انقسامها أسرع من الموجود في الدول الغربية. مستقبلات الاستروجين على سبيل المثال في الدول الأوروبية أكثر من 80%، عندنا نحن أقل من 60%. بالطبع إذا السرطان فقد استقبلات الاستروجين، هذه يدل أنها فيها خصائص شرسة.
بعدين بعد لكن دكتور انت ذكرت انه اسرع معانا عن الدول الغربيه، ليش النمو؟ اي هذا لازم نعمل عليها دراسه بالطبع. هذا لذلك نحن تحت مظله الجامعه وبالتعاون مع الرابطه العمانيه لسرطان الثدي قاعد نعمل دراسات، وفي كثير دراسات بديناها، وان شاء الله بالطبع كذا تعرف نحن عرفنا ان عندنا هالمشكله والحين قاعد نعمل دراسات وان شاء الله عشان تتوصلوا للاسباب ومن ثم اذا عرفنا الاسباب. وهالظاهره لعلمك مو فقط في عمان، الظاهره ظاهره في المنطقه خليجيا وعربيا واسيويا. نحن نشاركهم في كثير من الامور حتى مع الاسف يشاركونا ونشاركهم في نوعيه المرض. نعم ترى هو الفحص يمكن ما ياخذ الا 10 دقائق، لكن نقول ان المراه احيانا تتكاسل ويكون في نوع من البرود وما تترك اهميه الفحص المبكر لهذا المرض، يعني لا سمح الله. طيب دكتور لو نتحدث ايضا عن التوعيه المكثفه، ممكن ان امس الفتيات او المراه ما قدرت ان هي تجيكم في الجامعه، ليش ما تعملوا هناك توعيه مكثفه مش فقط في شهر اكتوبر وان حتى في الاشهر القادمه؟ هذا النية إن شاء الله، وأنت تسبقين الحدث ما شاء الله عليك. وهذا نيتنا، إدارة الجامعة تواصلوا معي في نفس اليوم بعد ما انتهى، قالوا لي الموضوع جميل واستقطاب الناس كان ردود أفعالهم جيدة، فنريدك تسويها مرة ثانية بأسرع وقت. بالطبع نحن مثل ما ذكرت أنا سنويا كنا نسويها، هذا مو أول مرة ونسويها على، لكن هي كانت تقتصر فقط في شهر أكتوبر. الشهر أكتوبر الكل لازم مثل ما يقولوا يشارك بفعالية، نحن سويناها حتى في أشهر ثانية. شهر أكتوبر مثل يوم المرأة، أنت في يوم المرأة العمانية تهدين المرأة ورد، مو معناته خارج هذا اليوم انت ما تهدينها الورد. الورد احنا ان شاء الله نهديه للنساء طول العام وفي كل يوم ان شاء الله. في اكتوبر لازم المشاركه تكون بثقلها بحكم ان هذا اليوم، اما ان خارج اكتوبر نحن باستمراريه، مش اكتوبر نحن شبه شهرين وثلاثة أشهر نسويها التوعية. دكتور يعني كسؤال أخير أيضا، مسائل معينة تقدمها للمشاهد الكريم فيما يتعلق بالوقاية أيضا من هذا المرض، أو أيضا كيفية التعامل معه لا قدر الله لما أحد النساء أيضا تصاب به؟ شكرا. مثل ما حوراء ذكرت أن تتكاسل، أنا أقول شيلوا الكسر منكم، وغير التكاسل في خوف. الخوف ان لا انا اخاف، انا يمكن لا سمح الله في عندي شيء. الخوف بالعكس، الانسان لازم يكون شجاع ويواجه الواقع اللي الله كتب لي اياه هذا، واذا كشف من وقت نقدر نضمن العلاج. فكلمتي للاخوات، ارجو من الاخوات يشاركنا في التوعيه، ارجو من الاخوات ان ياخذ المبادره في البيت، الفحص الذاتي يتم في البيت، يتم في دقائق، دقيقتين ثلاث أربع دقائق بالكثير، وإذا بديتيها من سن المراهقة توصلي عمر ربيع العمر في العشرينات أنت تكوني يعني خبيرة في الفحص الذاتي. وإذا لا سمح الله مثل ما ذكرت المرأة وجدت شيء، في كل المراكز الصحية الحكومة ما مقصرة مسوين غرفة خاصة للفحص الذاتي للثدي. وأنا أنصحن إذا حسن بأي شيء يلجأ لأقرب مركز صحي يطلب النصيحة. وأنا أضمن إذا وصلت المركز الصحي هناك الدكاترة يتواصلوا معنا بالهاتف مباشرة، إذا هن الدكتورات أو الدكاترة لاحظوا أن في شيء غير طبيعي، وهذا قاعد يحصل شبه يومي، يتواصلوا معنا بالهاتف مباشرة، ونحن نأكد إذا استقبلنا الهاتف الموعد أقدر أقول لكم ما يزيد عن أسبوع. هذا مباشرة تقوم بالتعاون معنا بالتعاون. شكرا لك دكتور، وشكرا ايضا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. نتمنى هذه الرسائل ايضا الصحية والمعلومات الثقافية تصل لكل من يتابع الان برنامج قهوة الصباح، ونسأل الله تعالى الصحة والعافية للجميع، والله يبعد عنا كل شر ومكروه. الدكتور عادل بن محمد العجمي رئيس وحدة جراحة الاورام بمستشفى الجامعة ورئيس الرابطة العمانية
لسرطان الثدي. شكرا لك دكتور. شكرا انكم شاركتونا في هالتوعيه وربي يحفظكم. شكرا ربي يعطيكم العافيه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام متواصلين معاكم في فقرات برنامج قهوه الصباح. الان راح ناخذ فاصل وبعدها لنا عوده ان شاء الله، كونوا معنا. تحت عنوان نحن نهتم، نظمت جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع الرابطة العمانية لسرطان الثدي حفل افتتاح يوم التوعية بسرطان الثدي، حيث أنه يعتبر أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم والسلطنة. وهدفت الفعالية إلى توعية الأفراد والمجتمع حول المرض والتركيز على أهمية الكشف المبكر في تعزيز فرص الشفاء من المرض. مع الأسف الناس يعتقدوا السرطان مرض قاتل، مرض قاتل صح إذا أنت أو أنت المريضة تأخرتي تلجئين لي، بس أنا أكد إذا المريضة جت من بداية المرض مراحلها البدائية أنا وزملائي نضمن الشفاء التام للمرض. مشاهدينا الأحباء وصباح الخير لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح، لكل من هو وفي يتابعنا من الأحد وحتى الخميس من 9:30 إلى 11:00، وإحنا وصلنا بكم إلى وقفة مميزة وجميلة. عنوان هذه الفقرة قوة الإرادة بأجمل صورها مع المخترع العالمي السعودي المهندس مهند أبو دية، الذي اتخذ من البيت لربما الشعر القائل: وأن يأخذ الله لي نور عيني فقلب العيون وقلب وعقل النظر، ربما شعار في حياته، عنوان أيضا في حياته اللي طبعا مميز جدا بالعديد من النجاحات والإنجازات، المراكز المتقدمة فيما يتعلق بالاختراعات والابتكارات على المستوى ليس فقط السعودي أو العربي وإنما العالمي. نرحب جميعا مشاهدين الأحبة وسعيدين أيضا بوجود معنا المهندس مهند أبو دية. حياك الله أستاذ مهند، وأنا سعيدين جدا اليوم بوجودك معنا في برنامج قهوة الصباح، ونورتنا أيضا على أرض السلطنة. الله يعطيكم العافية، ويعني السعادة لي أنا، وأنا يعني من دواعي سروري أني أكون ما بين أحبابي في عمان. تسلم. اللي أعتبرها يعني مو أعتبرها يعني كدولة أنا ضيف فيها، بل هي يعني بيتي. حياك شكرا الله. شكرا لك، حياك الله معنا أستاذ مهند. مهند، أنت مخترع ومنجز تحب كسر الصعوبات، وأيضا يمكن تحقيق الطموحات هي هوايتك، صحيح؟ صحيح، يعني الحياة ما تكون يعني حلوة من دون ما يكون فيها تحديات، زي ما أقول دائما للناس إنه زي الوجبة الهندية، لو ما بكيت ما تستمتع فيها. نعم،
جميل. طيب لو نتحدث أستاذ مهند، ما هي قراءتك لعالم الابتكارات في دول الخليج؟ الآن ما شاء الله تبارك الله، يعني الطاقة الكامنة للابتكار في شباب الخليج ويعني والعقول الخليجية فعلا كانت تنتظر من يطلقها، وفترة والآخر 10 سنوات كما لاحظتم يعني في الكثير من البرامج والمبادرات التي يعني تركز على الابتكار بذاته، وهذا الشيء جدا رائع، وأطلق للناس وأظهر للناس أشياء ما كنا نعرف أنها كانت موجودة عندنا في الخليج. صحيح. في كل الدول الخليجية يعني شفنا فعلا ابتكارات يعني فعلا أدهشت العالم. صحيح. وبعضها حتى الآن يعني في شركات عالمية بدأت تشتري ابتكارات خليجية، وبدأنا نرى، وهذا وأهم شيء بصراحة من وجهة نظري، إنه بدأنا نرى ابتكارات خليجية في السوق. نعم. وهذه كانت تعتبر زمان يعني من 7 المستحيلات. نعم. جميل. نعم جميل جدا. طيب أستاذ مهند، يعني لربما المشاهد الكريم ما شاء الله يعني أنت مسيرتك حافلة أيضا في مجال الابتكارات والاختراعات، ولكن لربما اللي يتابع الحين برنامجنا واللي أيضا له طموح وآمال وتطلعات أيضا في هذه الحياة ليصبح أيضا مخترع ومبتكر أيضا في هذا المجال، يريد يعرف دائما بدايات أيضا الشخص المبتكر اللي وصل إلى مستوى عالمي لربما في الابتكارات، فحدثنا أيضا عن بداياتك في هذا المجال. الابتكار يعني ليس شيء محصور على فئة معينة من الناس، لا عمرا ولا مستوى في التعليم ولا من ناحية مثلا الموهبة وكذا. نعم. الابتكار هي عبارة عن يعني شيء يعني شيء ملكة ربي خلقها في الجميع. نعم. تتفاوت من شخص لشخص، لكن الجميع قادر على الابتكار، والابتكار هو عبارة عن تلبية حاجة بطريقة جديدة. فلذلك والاحتياجات والتحديات موجودة لدى الجميع، فالابتكار هو انك انت تصبح يعني تتحول الى من يعني تتحول الى مرحله الايجابيه، بحيث انك انت تبدا انت تكون مصدر الحل بدل ما تكون فقط تتذمر من المشكله. صحيح. بس انا حاب ايضا استرجع واستذكر معك الايام الاولى خلينا نقول مع الابتكار والاختراع، علشان كذا اريد اوصل ايضا المعلومه للمشاهد الكريم. أستاذ سيف، خلي الطابق مستور يعني لا نفضح القصص القديمة. وفعلا طبعا دائما بدايات الابتكار والاختراع تكون يعني تذكر أول اختراع محاولات فاشلة وكذا. طبعا يعني أول ابتكار يعني عرضته للجمهور كانت بعض ابتكارات قبلها طبعا ابتكارات خفية، لأن أنا كنت يعني استهزاء الناس وكذا، كان صعب حبيسة الدراج. ها كانت بالضبط. لكن أول ابتكار ظهر للناس يعني كان عبارة عن تحدي، لأنه أنا كنت في أحد المعارض واستصغرت من قبل الموجودين، كان عمري وقتها 12 سنة. نعم. فقلت لا أنا، وكان باقي على نهاية المعارض 3 أيام، وقدرت 3 أيام إني أسوي ابتكار وفاز المركز الأول في المعرض كله، رغم إنه أنا كنت أصغر واحد. إيش هذا الابتكار بالضبط؟ طيب هذا الابتكار عبارة اسمته القهوجي الآلي. كان عبارة عن مجموعة ألعاب. نعم. يعني هجنتها بطريقة ودخلت في داخل كرتون. نعم. فكان خلاصة الموضوع أنك تحط الكاسة في داخل الكرتون. نعم. وصفقة واحدة. نعم. يعبي شاي. ممتاز. وصفقتين يعبي قهوة. نعم. ممتاز. وهذا أصلا هو واضح معنا هذه الصورة على شاشة البرنامج. يعني هنا حلو لو يكون واقف برنامجنا في الاستوديو. ها. صحيح. قهوة الصباح. هنا كانت البداية وهنا كانت الانطلاقة. أستاذ مهند، نحن كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن الشغف، شغف الحياة، وكيف الشخص يحب أن يعمل حاجة جديدة بالفعل للمجتمع أو للعالم. يعني لو نتكلم عن أكبر التحديات اللي واجهتك في الاختراع. أكبر التحديات أتوقع يشاركون فيها الكثير من المبتكرين والمخترعين، أكبر تحدي هو نظرة الناس. نعم. يعني حتى في غير الابتكار، يعني حتى مثلا في حالتي كشخص يعني فقد بصره وساقه اليمنى في حادث سيارة، كان أسوأ شيء علي لما فقدت هذا الشيء في عام 2008 ليست هو فقدان البصر وفقدان الساق اليمنى أو أي، هو أكثر شيء أتعبني بصراحة تغير نظرة الناس إليه. نعم. يعني فجأة يعني كان يعتبروك يعني شخص يعني يفتخرون به، فجأة ترى الناس كلهم يبدأوا يعني يشفقوا عليك، يبدأوا يروا أن أنت معاق. ف
فنظرة الناس دائما متعبة، فهذا أكثر تحدي يعني يكون عند الشخص. وأنا دائما أقول لهم يعني أفضل شيء، أفضل طريقة أو الطريقة أعتبرها الوحيدة يمكن لمواجهة المحبطين هو أنك تحول إحباطهم إلى تحدي. صحيح. وبهذه الحركة يتحول كل الطاقة السلبية هذه إلى طاقة إيجابية تقويك. فلذلك أنا وهذا التحدي اللي هو النجاحات والإنجازات اللي تقدمها أساساً أنت في المجتمع، أنت استطعت أنك تبرهن لهم وتثبت لهم بأنك قادر فعلاً على مواصلة العطاء فيما يتعلق بالاختراع والابتكار أو أيضاً في شتى المجالات على على في على المستوى العالمي خلنا نقول بشكل عام. وأنا فعلاً وأنا من خلال هذا البرنامج أوجه تحية لكل الناس اللي وشكر لكل الناس اللي أعطوني في خلال حياتي كلمات تحبيط، لأنه هم حفزوني أن أنا أستمر وحفزوني أن أنا أتحداهم. الله. حتى أنت ذكرت في إحدى المقولات أنه يجب عليك أنك تخلي الظروف أنت اللي تصنع الظروف أساساً من أجلك لصالحك علشان فعلاً تصل إلى مرحلة متقدمة من النجاحات والإنجازات. أريد أسألك، كون عالم الابتكارات وأنت ما شاء الله اختراعات وابتكارات كثير عملت ما شاء الله تبارك الرحمن أستاذ مهند، أريد أسألك في مرة من المرات ربما واجهتك بعض المواقف، بعض خلنا نقول الخطورة في بعض الابتكارات اللي سويتها، تتذكر بعض الأشياء؟ طبعا يعني كوني شخص أعمل بشكل منعزل، طبعا كنت كان في بيتي الغرفة اللي هو الملحق اللي في السطح كان هو يعني عبارة عن ورشتي وسكني وكل شيء، يعني هذه الغرفة هي فيها كل شيء. فكنت أسوي أشياء لوحدي فوق، فطبعا كانت تحصل أحيانا أسوي أشياء يعني مع الشغف والحماس وكذا، أحيانا أسوي أشياء بدون أمان وكذا، فيعني حصلت لي بعض الكهرباء والحروقات وهذا الأشياء طبعا، لكن يعني كانت جزء من العملية، يعني لازم واحد يبذل بعض الجزء، لكن طبعا لكن وقتها ما كان في يعني ورش مجهزة أو متاحة، وما كان يعني مفتوحة مثل الآن في كثير من دول الخليج وأتوقع عمان أيضا مفتوحة ورش الجامعات للطلاب إن هم يعني يمارسوا فيها حتى الأشياء اللي خارج المنهج، فهذه الأشياء يعني حتقلل من هذه الخطورة أكيد. أكبر خطورة بصراحة كانت بالنسبة لي في عالم الاختراع هي خطورة إنك تقابل التجار أو المستثمرين وتبدأ يعني تحاول تقنعهم بالشيء اللي هم ما هم مقتنعين فيه. إنك توقف أمام، وهذا من أهم الأشياء اللي لازم يتعلمها المبتكر، إنه يقف أمام عدة أشخاص يرون إنه فكرته ليست لها قيمة، ومن ثم يقلب الفكرة هذه يعني بشجاعة. أسلوب الإقناع. هذا أسلوب إقناع يعني كثير من المبتكرين حتى كأنه صعوبة، وأحيانا قد بعضهم يعني يستعين بي أن أنا أروح هناك ببني خطة تجربة سابقا، فحاول أن أكون كداعم معاه يعني في هذه الأشياء. وهذا شيء عادي أنك أنت تصطحب معك شخص ممكن يساعدك إذا كان عندك صعوبة هذه. وأفضل المخترعين اللي في العالم هم المخترعين اللي يتشاركون مع الآخرين في مشاريعهم، مو المخترعين اللي يحب يسوي كل شيء لوحده. نعم جميل. جدا صعب. طيب أستاذ مهند، يعني أنا عرفت أنك أنت قمت أيضا بعمل مجموعة من الكتب عن أساسيات الابتكار أو الاختراع، لو نتحدث عن هذا الموضوع إيش تنصح الشاب العماني وأيضا الشاب الخليجي اللي يملك الرغبة لدخول عالم الابتكار؟ طبعا يعني أول حاجة يعني يحط في باله إنه في أشياء حتقابله في الطريق. وهي أولاً الفشل. الحل الوحيد لمواجهة الفشل هو إنك تكون صديقه. لأن الفشل هو جزء من العملية، هو ليس يعني خروج من اللعبة، لا، الفشل هو جزء من العملية وجزء من النجاح. لأنه الشخص لو كان مثلاً في 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 مكتب أو مثلاً في المطبخ ويبحث عن شيء في المطبخ سيفتح عدد من الأدراج، وطبيعي انه لا يجد الشيء اللي يبغاه في الدرج الاول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع. لكن كل هذه الاشياء لا تعتبر فشل، وانما تعتبر جزء من العمليه. اذا كانوا يقولوا انه من كل 10 افكار في فكره واحده تنجح وتسعه تفشل، يجب ان تتقبل التسعه هذه، ويعني بصدر رحب التسعه مرات فشل عشان
تستمتع في الأخير بالمرة العاشرة تنجح فيها. لذلك هذا أكبر صعوبة ممكن الواحد يخاف منها. طبعا إذا كنت برضو حيواجه سخرية وضحك الناس واستهزاء الناس وكل المخترعين في العالم الناجحين لا يجب أن يكونوا استهزؤوا منهم كل العظماء حتى مو فقط المخترعين لا لكن حط في بالك أنه معظم هذول الناس اللي استهزؤوا منك حيصفوا طوابير على ابتكارك يوم من الأيام إذا نجح وراح يصفقوا لك أيضا بإعجاب وبانبهار. بالضبط. يعني الحين تكلمنا عن المحبطين، تكلمنا عن المثبطين، تكلمنا عن المستهزئين، وتكلم عن الذين يسخرون أيضا من إبداعات وإنجازات أيضا الأشخاص المتميزين. ماذا عن أيضا المشجعين والمحفزين في الجانب الآخر أستاذ مهنا؟ من اللي وقف معك دائما؟ من اللي يشجعك؟ من اللي يحفزك أيضا إلى أنك تواصل في هذا المشوار؟ لأننا نعرف عاملة الابتكار إذا كان إحنا المبصرين ونتواجهنا صعوبة في أشياء كثيرة فيما يتعلق بابتكار معين، فأنت من اللي يقف دائما معك؟ طبعا كثير طبعا شجعوني ولا أنكرهم، لكن أنت ممكن أركز على المحبطين لأن الواحد عادة ما يشتكي من المشجعين، الواحد يشتكي من المحبطين، لكن المشجعين يعني هم كثر يعني الحمد لله، يعني أكثرهم طبعا بداية من زوجتي والعائلة، يعني أصدقائي، زملائي في الجامعة كانوا يعني ساعدوني كثير، الناس يعني يعني وسبحان الله ربي رزقني بأني كلما يعني ذهبت إلى مكان قابلت الكثير من الناس اللي يعني نتبادل الحب يعني فيما بيننا في مجال الابتكار، ويعني كل هؤلاء الناس كانوا ساعدوني وشجعوني في أن أنا أواصل طريقي، لانه اكون صريح معاكم رغم انه انا يعني انت سميت الفقره قوه الاراده وهذه، الا انه انا في كثير من الاحيان تصل مرحله فيها ان انا اضعف، يعني احيانا يكون الاشياء اللي تحصل لي فوق الاحتمال فتوصل مرحله ان اضعف، ويعني لكن بمجرد انك ترجع للناس اللي هم يحبوك، الناس اللي يشجعوك، الناس اللي يعطوك الطاقه الايجابيه. بالضبط المواصلة. بالضبط. نعم. ساعتها انت كنت تعطيهم الطاقه لكن حان الوقت الآن لأنهم يعوضوك ويشحنوك بالطاقة، فلذلك كن دائما مع الناس الإيجابيين، كن دائما مع الناس اللي يحفزوك، لا تتخلى عنهم أبدا، هذول اللي حتحتاجهم خاصة لو كنت مريت بحالات ضعف يعني. نعم. طيب يعني أستاذ عموما كل شخص يقول لك كلمة سلبية فعلم أنك أنت في الطريق الصحيح دائما، أنه هو ما حب أنك أنت توصل لمستوى معين ولكن أنت وصلت هذا المستوى من خلال يمكن هذه الكلمات السلبية. سؤال أخير أيضا، لو يعني نتحدث عن وجودك هنا في السلطنة وأيضا عن أبرز مضامين البرنامج الابتكار نحو قوة اقتصادية اللي تنظمها اللجنة الوطنية للشباب. بصراحة أنا يعني كان لي الشرف الكبير أن أكون جزء من هذه التظاهرة الرائعة في مجال الابتكار، لأنه الابتكار والشباب وجهان لعملة واحدة. نعم. فيعني كوني موجود في هذه التظاهرة الرائعة وبصراحة روعة في التنظيم، روعة في التجهيز وفي الترتيب. نعم. منذ فترة طويلة هم يرتبوا هذا الشيء يعني معايا وكذا، وشيء جدا رهيب. فلذلك طبعا عندنا طبعا غدا إن شاء الله ورشة تدريبية بعنوان ابتكارك يرى النور، ستكون مكثفة لبعض المبتكرين، ومن ثم ستكون هناك جلسة مسائية حوارية عامة في مجال التحديات في جامعة الحياة. نزور؟ لا، حتكون حوارية في أحد المقاهي. ممتاز. حتكون مفتوحة حوارية، وبعد واليوم اللي بعده حتكون يعني سيكون في اللي هو المحاضرة الجماهيرية في جامعة نزوة بعنوان الابتكار خطوة خطوة. حتكون إن شاء الله تكون يعني أيام مليئة بالابتكار وبالتحديات. نعم. وسنركز كثير على الأمثلة العمانية لأنه يعني يحق لكم الفخر، فهناك كثير من الأمثلة. نعم. الشبابية العمانية اللي توضع على الرأس يعني. نعم. سؤال أخير، أقرب الاختراعات والابتكارات إلى قلبك سامحني. هذا السؤال زي اللي يقول لك أقرب أبنائك إلى قلبك، كلهم أبنائي ابتكاراتي، فصعب إني أعطيك، لكن أكثر واحد يعني عملت عليه هو غواصة صقر العروبة. نعم. الغواصة اللي يمكن اشتهرت فيها يعني كثير في أكثر من جهات، وتشرفت إنه كرمت من قبل ملك المملكة رحمة الله عليه الملك عبد الله. نعم. عندما قال لي المملكة العربية السعودية تفخر بوجودك من ضمنها. هذه الغواصة طبعا غواصة يعني كان هدفها انها
يعني تكسر حاجز الغوص العالمي. نعم. ويعني بذلنا فيها جهد كبير لله الحمد، وهذا كان يمكن أقرب الابتكارات إذا كان من حيث مدة العمل عليها يعني. جميل جميل، شكرا لك المخترع السعودي المهندس مهند أبو دية، شكرا على تواجدك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا لكم. جميل، يعني قصتك جميلة وأتمنى بالفعل أنها تلهم كل شخص الآن يتابع برنامج قهوة الصباح. إذا مشاهدينا الآن رح ناخذ فاصل وبعدها راجعين لكم. أقرب أصول تاريخ الرياضة يعود إلى العصور الوسطى في اسكتلندا وهولندا وإنجلترا، وهذه اللعبة يمكن أن تقوم على حقل العشب أو سطح مت داخلي، وعلى كل فريق أن يتضمن 11 لاعبا بما في ذلك حارس المرمى. يقوم اللاعبين باستخدام العصي المصنوعة من الخشب أو الألياف الزجاجية لضرب القرص مثل الكرة، ويعتمد طول العصا على الارتفاع الفردي للاعب. وفي مطلع القرن 21 لعبت اللعبة على الصعيد العالمي، خاصة مع الشعبية التي حظيت بها في جميع أنحاء أوروبا الغربية وشبه القارة الهندية وأستراليا. وفي مطلع القرن 21 لعبت اللعبة على الصعيد العالمي، خاصة مع الشعبية التي حظيت بها في جميع أنحاء أوروبا الغربية وشبه القارة الهندية وأستراليا. يستخدم مصطلح الهوكي في المقام الأول في كندا والولايات المتحدة وشرق أوروبا ومناطق أخرى من العالم، حيث تأخذ رياضة الهوكي الجليدية أيضا شكلا أكثر شعبية. وتعتبر لعبة الهوكي من أقدم اللعبات الممارسة في سلطنة عمان، حيث بدأت ممارستها في أوائل القرن الماضي على الرغم من انحصار منافساتها في مسقط، وذلك من خلال بعض الجاليات الآسيوية. وقد انتشرت اللعبة بين أفراد المجتمع العماني خلال السنوات الماضية، ودخلت منافساتها فرق من محافظة ظفار والباطنة. حياكم الله مشاهدينا الأحبة من جديد، صباحكم خير، صباحكم هكذا رياضي ومليء بالهمة والنشاط والطاقة الحيوية والطاقة الإيجابية في كل صباح ويوم وأول يوم أسبوع بإذن الله تعالى. دائما نكون حريصين بالهمة والنشاط من أجل تجديد طاقاتنا وبدء العمل بكل حيوية بإذن الله تعالى. موضوعنا الرياضي مثل ما تحدثنا عنه سابقا عن رياضة الهوكي، هذه الرياضة التي لاقت شعبية كبيرة على مستوى السلطنة وحققت إنجازات جميلة على مستوى السلطنة، تطورت على المدى البعيد لتقام الكثير من الدوريات والبطولات والمشاركات الخارجية بدءا من منتخبنا الوطني للهوكي ذهابا إلى منتخبنا أيضا للناشئين. والحديث أكثر وتقريب الصورة عن هذه الرياضة، دعونا نرحب بضيفي الموجود معنا هنا اليوم بقهوة الصباح، الأستاذ زهير بن محمد العجمي، أمين الصندوق باتحاد الهوكي وعضو الاتحاد الآسيوي أيضا، ونقول يسعد صباحك أستاذ زهير. صباح الخير أخوي، وصباح الخير على الوطن، وصباح الخير على الأخوة المشاهدين، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر بإذن الله تعالى. دعنا بداية نتحدث أستاذ زهير عن هذه رياضة الهوكي، طريقة أيضا لعب هذا الرياضة، حتى يتسنى أيضا للمشاهد اللي ما يعرف ربما أو ما عنده خلفية عن رياضة الهوكي، نقرب الصورة أكثر، وعن أيضا التطور الكبير اللي شهدته هذه الرياضة خاصة في القرن الأخير على مستوى السلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. رياضة الهوكي هي رياضة قديمة جدا، هي من القرن الماضي في حدود 1930 أو 35، في هذا الحدود بدأت في سلطنة عمان. هي من أقدم الرياضات اللي مارست
وتمارس إلى الآن. في عام 1900 على ما أذكر عام 1973 تم عمل اتحاد برئاسة السيد هلال بن بدر البوسعيدي، وفي عام 1983 على ما أتصور تم إشهار الاتحاد برئاسة سعادة نايف بن عبيد السلامي، وحاليا الاتحاد برئاسة سعادة الشيخ محفوظ آل جمعة. وإن شاء الله لمدة المتبقية هذه. عن الانتخابات وأما عن رياضة الهوكي، هي لعبة من 11 شخص او 11 لاعب في كل من كل فريق في الملعب. نعم. وتستخدم العصي والعصي مصغر. هو العصي مثل ما تقول انت تطور العصي. كل ما الرياضه تطورت سبحان الله، يعني من كنا نحن صغار او ابائنا او اجدادنا اللي كانوا يلعبوا، نوعيه العصا حتى هذه اختلفت من ما موجود الحين. يعني العصا اللي كانت تلعب سابقا نوعيتها شكلها طولها، يعني كل هذا اختلف مع التطور، والحمد لله السلطنة يعني واكبت هذا التطور، والحمد لله نحن وصلنا إلى مرحلة متطورة نسبيا على ما هو متوفر لدينا. جميل. ربما أيضا أستاذ زهير اقتصر يعني ممارسة اللعبة في السابق فقط على محافظة مسقط، يعني تطور على المدى البعيد لتشمل على مستوى محافظات السلطنة. يعني نجد أن أندية الظفار بدأت في الآونة الأخيرة تستحوذ أيضا على بطولات وعلى الدوريات المقامة هنا محليا، وأيضا المشاركات الخارجية. كلامك صحيح، وهذا معلوم لدى الجميع أنه محافظة ظفار هي تطور ملحوظ خلال 10 سنوات الماضية. وأما اللعبة أساسا هي بدت من مسقط ومطرح. يعني هذا المنطقتين هما كانوا يعني أساس لعبة الهوكي. في مسقط يعني وفي مطرح هما المدينتين اللي احتضنت لعبة الهوكي. هذا كما هو مؤرخ وكما هو يعني ما وصلنا من الآباء يعني. أما انتشار اللعبة فهذا جهد يعني للاتحادات وللأعضاء للأخوة السابقين الذين عملوا في الاتحاد، عملوا على نشر اللعبة في محافظة الباطنة وفي محافظة الظفار، فالحمد لله يعني كان المردود طيب. لكن المردود يعني مثل ما تقول انت يعني الحين في خلال الفترة الأخيرة شوية تراجع، لكن الحمد لله استطعنا بعمل مراكز. المراكز هذه الحين ساهمت مرة ثانية في إنشاء قاعدة يعني معقولة من اللاعبين النشئ، علشان نحن نبدأ من أول وجديد، يعني نفتح آفاق للأندية اللي ال 24 اللي موجودة عندنا. يعني لما استلمنا الاتحاد كانوا 8 إلى 9 أندية تشارك في مسابقات الاتحاد، إن كانت شباب أو ناشين أو فريق الأول. الحمد لله آخر موسم للناشين 11 نادي شاركوا، فكانت خطة الاتحاد إنه هو يعمل على تطويرها، توسيع اللعبة، توسيع القاعدة من النشئ، لأن النشئ هو أساس اللعبة فعلا. أكيد. وأيضا دليل على ما سبق ما ذكرت أنت في كلامك وجود اللعبة أيضا في محافظة مسقط، دائما ما نلاحظ استحواذ أندية المحافظة كالسيب وأهل سداب دائما على البطولات في هذه اللعبة. أتوقع أنه أهل سداب أكثر من حقق ألقاب في الدوري وكاس صاحب الجلالة، ثم يتبعه السيب. في الآونة الأخيرة ربما يعني دخل على الخط نادي النصر وصار ربما ند يعني قوي بالنسبة للفريق، فرق المشاركة في هذه الدوريات ومختلف البطولات المحلية. كلام سليم وتحليل جيد ما شاء الله، أنت جاهز يعني. يعني من البداية عشان نبدأ، نحن قاعدين نتكلم عن تاريخ اللعبة. تاريخ اللعبة كانت هي من الأساس، البطل كان هو في الأساس نادي عمان ونادي الأهلي سابقا. ونادي مطرح ونادي النهضة، هذول كانوا هم يعني الركائز الأساسية في بداية مستحوذين على اللعبة. بعدين يعني مثل ما نقول قبل 15 أو 20 سنة دخل نادي السيب ونادي أهل سداب يعني منافسين شرسين على البطولة. أكيد. خلال 10 سنوات الأخيرة دخل نادي النصر على الخط، وهو المنافس الحين الحالي لأهل سداب. دائما يعني الكؤوس أو البطولات متوزعة عليهم. والحمد لله في الفترة الأخيرة أيضا نادي بوشر نهض صحيح. وعمل يعني قفزة ووصل للمباراة النهائية. نعم. فجميع الأندية يعني يعني جالسة تعمل على هذا. ونادي صحم نفس الشيء في الناشين، أحرز بطولة الناشين، وهذا دليل إنه هم ماشيين على المراكز. جميل. يعني على النشئ
لأنه أنت نفس هذا النشأ بعد 4 سنوات هو يكون في الفريق الأول. يعني ما زالت ربما السلسلة مستمرة في تنشئة الأجيال. ربما أكيد. البعض يسأل عن ربما القاعدة غير مكتملة بخصوص ما يتعلق بالناشئين. ما نشوف الاهتمام الكبير والدعم الكبير فيما يخص الناشئين في هذا اللعبة. والله أنا لا أرغب في هذا المقام، يعني أني أنا أريد أمدح في اتحادي، لكن هو معلوم لدى الوزارة المؤقرة ولدى الجميع يعني دعم الاتحاد الهوكي لرياضة الهوكي. نحن من أدوات الرياضة هذه، من رواتب للمدربين، يعني ما أعتقد في اتحاد بيعطي رواتب لجميع المراكز وأدواتها علشان بس نمارس هذه اللعبة. لكن ربما البعض كان يسأل أيضا عن المعسكرات الخارجية اللي تقام بالنسبة للمنتخب الأول أو حتى منتخب الناشئين، وخاصة في كأس آسيا ربما كانت ناشئين، يعني خسائر كبيرة تلقاها منتخبنا للناشئين في المشاركة الأخيرة هذه في كأس آسيا. وكان ربما البعض يتساءل عن الإعداد، عدم الإعداد الجيد والاستعداد الجيد بالنسبة لهذه البطولات الخارجية. كوني أنا أمين صندوق، أنت الحين تكلمت عن إعداد. أي إعداد لازم أنا أحوله إلى موارد مالية. الموارد المالية هذه إن كانت موجودة ترى للشعب أو للشباب أو للنشأ، فلذلك إن كانت موجودة يعني بدرجة كبيرة فنحن لازم نحن ما نبخل على شبابنا. أما بخصوص النتائج، النتائج هذه كانت يعني محبطة نوعا ما، لكن ما كانت هي يعني مثل ما تقول إنه هي تبعدنا عن نشارك هذه البطولات، لأن أول مرة سلطنة عمان تشارك في كأس آسيا للناشئين. فأعتقد أنه الإعداد قد يكون كان قصير، لكن نحن عملنا كاتحاد كامل جهدنا أنه نحن نوفر الجميع الإمكانيات لهذا المنتخب. التوفيق وعدم التوفيق هذا أمر آخر. أما نفس الشيء بخصوص النتائج الكبيرة، نحن ما نريد يعني نوضع إصبعنا على بعض أو نتهم أحد، لكن اللي كان لاحظ هذه البطولة كان في بعض يعني مثل ما تقول الأوراق أو الثبوتات التي قدمت لبعض المنتخبات ما كانت صحيحة. جميل. لذلك يعني هذا قصور. نفس الشيء كوني أنا عضو في الاتحاد الآسيوي وتم يعني طرح هذا الموضوع لما كان منتخب الشباب في مشارك في كأس آسيا للشباب في كونتان، فنحن طرحنا هذا الموضوع في آخر اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الآسيوي وأبلغناهم يعني برفضنا واعتراضنا على ما تم إشراكهم من لاعبين، لأنه صعوبة قد يعني ما حصلنا الإمكانيات اللي نحن يعني نغلق هذا الباب إنه يكون في يعني فير، يعني في عدالة في جميل. في أداء جميل. وإحنا نتمنى لكم أكيد كل التوفيق، خاصة في ظل إن شاء الله صرنا على مقربة جدا من الانتخابات الجديدة بالنسبة للاتحاد الهوكي. أتوقع في 2 نوفمبر راح تنطلق الانتخابات الجديدة، فكل ويقولوا منافسة كبيرة فيما يخص رئاسة الاتحاد الجديد. نحن شاكرين وجودك. ما أعرف إذا كان في رسالة حاب أيضا توجهها للمشاهد الكريم واللي يتابعنا عبر برنامج قهوة الصباح. ما في رسالة معينة، لكن نحن نشكركم ونشكر جميع الأندية اللي شاركت يعني واللي بتشارك، ويعني نتمنى من جميع الأندية في السنوات القادمة إن هي تهتم في الهوكي، لأن الهوكي يعني لعبة يعني قديمة جدا، لعبة الآباء والأجداد، وإن شاء الله تحمل اسم مولانا حضرة صاحب الجلالة. فأعتقد أنه شرف لأي نادي أن يشارك في هذه المسابقة. يعني في رسالة للانتخابات القادمة؟ أتمنى التوفيق للجميع. أتمنى لأنه انتخابات جدا صعبة للجميع، وأتمنى أنه الفائز يكون قد المسؤولية ويعمل على خدمة هذا الوطن وهذا الشباب. يعني بإذن الله تعالى احنا أيضا نوجه لكم تحية ونتمنى لكم أكيد مزيد من التقدم والنجاحات بإذن الله تعالى في قادم الأوقات. نحن سعيدين جدا بوجودك معنا الأستاذ زهير بن محمد العجمي، أمين الصندوق باتحاد الهوكي وعضو الاتحاد الآسيوي، أيضا لوجودك معنا وتشرفك لنا في برنامج قهوة الصباح، فشكرا جزيلا لك. شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا لأخوة المشاهدين. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدينا الأحبة. تذكروا دائما أن النجاح لا يقاس بالمنزلة التي وصل إليها الإنسان في الحياة، بل بالعقبات التي اعترضت ذلك الطريق للنجاح. نذهب بكم لفاصل قصير، وبعدها لنعود إلى محطة أخرى من محطات قهوة الصباح مع الزملاء، فتفضلوا بالبقاء معنا.
عمرك ملهما يزرع للأكوان فجرا. بارك الله لنا قابوس عمرك ملهما يزرع للأكوان فجرا. فله منا الثنى سرا وجاهرا، دمت يا قابوسنا فخرا وذخرا. دمت يا سلطاننا البر الشفيق، دمت ظلا ينشر الأمن الوريق. دمت يا سلطاننا البر الشفيق، دمت ظلا ينشر الأمن الوريق. دمت للحب حريا وحقيقة، دمت للحب حريا وحقيقة. قيض الله لك اليمن رفيقا، قيض الله لك اليمن رفيقا. بارك الله لنا قابوس عمرا ملهما يزرع للأكوان فجرا. بارك الله لنا قابوس عمرا، بارك الله ملهما يزرع للأكوان فجرا. فله منا الثنى سرا وجاهرا، دمت يا قابوسنا فخرا وذخرا. دمت يا سلطاننا البر الشفيق، دمت ظلا ينشر الأمن الوريق. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامج قهوة الصباح. وصلنا الآن إلى فقرة عالم المدارس، وحديثنا اليوم عن موضوع جولي فونيكس، هذا البرنامج الذي يختص بعلم الصوتيات ولكن في مهارتي القراءة والكتابة لمادة اللغة الإنجليزية. سوف نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع من خلال ضيفتنا الأستاذة آمنة بنت علي البلغونية، معلمة اللغة الإنجليزية. فدعونا نرحب بها باسمكم جميعا. أهلا وسهلا فيك أستاذة آمنة. أهلا أهلا، حياك الله معنا اليوم. الله يحييك. حدثينا كده طبعا في البداية عن موضوع جولي فونيكس. طبعا هذا الموضوع الكل يتساءل عنه اليوم، الكل يسألني إيش هو جولي فونيكس، فيريد تعرفينا كده على طبعا تعطينا نبذة مختصرة حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج الجولي فونيكس هذا برنامج يعتمد على تدريس الطلبة الحروف الأبجدية لكن بالطريقة الصوتية. نعم. يعني عكس الطريقة القديمة. نعم. اللي هي باسم الصوت، حاليا لا، بصوت الحرف. نعم. وبهدف تعليم الطلاب الكتابة والقراءة. إذا قصدك أنت طبعا يختلف اللي هو جولي فونيكس في تعليم اللغة الإنجليزية. إحنا طبعا تعلمناها سابقا A B C D E F G، حتى طبعا حافظينها مع اللحن. أيوه. حتى لو نفس الشيء بعد اللي هي أسماء الرأس والكتف وغيرها أيضا بالإشارات. أنزين، فكيف الحين الفرق بين الطريقة التقليدية القديمة اللي تعلمناها والحديثة اللي هي في برنامج جولي فونيكس؟ الطريقة القديمة اللي هي مثل ما قلتي A B C D. أيوة. مثل حرف الأس، بنقول حرف الأس، كان قديما نقول أس لكن حاليا لا، حاليا صوت الحرف بيكون س مع الأكشن مالها، يعني مع الحركة الحرف، يعني لكل حرف لحركة معينة. نعم. فالطريقة القديمة كانت صعبة عليهم. نعم. يعني حتى في قراءة الكلمة، يعني مثلا كلمة كات لو استخدمناها بالطريقة القديمة، يعني ونحن ندرس الطلاب الكاء هي ما تنطق كاء، سي اي تي، لو قلنا للطالب كيف تنطق هذه الكلمة ما بيعرف. أيوه. لكن الطريقة الجديدة لأن ندرس الطلاب صوت الحرف، فالسي تنطق كاء، فكاء والاي تنطق أ والتي تنطق تاء، فسهلة عليه يقراها كات، جدا سهل عليه. انزين حطينا مثال اخر، مثلا حرف التي احنا متعودين تي. ايوه، لكن الان ت بالصوت. ايوه بالصوت، بالصوت الان ت. هل هي تاء عليها فتحه ولا سكون هني؟ تاء بتكون سكون، ما اعرف، ساكنة. بس ايوه بتكون ساكنه ت، يعني كذا تكون ساكنه. ايوه، مخرج الحرف حسب مخارج الحروف. ايوه، النطق فقط.
نعم، هل واجهتم صعوبات كثيرة في تعليم الطالب لهذه يعني وفق برنامج الصوتيات؟ هو الحمد لله يعني الوزارة ما قصرت، المديرية قاموا بعمل دورات تدريبية نعم. لنا ومشاغل، فتعرفنا على هذا البرنامج، عرفنا كيف ندرسه وطبقنا على صفوف، على أول شيء على صف أول، فكان سهل علينا نحن. وحتى الطلبة في البداية شوية كانت في صعوبة بسيطة، لأن كنا ندرس الطالب صوت الحرف، يروح البيت يتعلم اسم الحرف. نعم. يعني الأمهات تعرفين ما على حسب الطريقة اللي كانوا متعودين عليها. أيوة. لأنها كانت طريقة قديمة فعلا. فهم عبالهم أنه بعدها مستمر فكان شوية صعب عليهم في البداية، بس بعدين شوي شوي يعني إحنا عملنا لهم يعني مشاغل في المدرسة، مشغل للأمهات، علمناهم الطريقة، طرشنا لهم روابط، أرسلناهم روابط، هذا روابط فيها منكم لهم لتدريس أيوة. أبنائهم وتحضير الدروس وكل هذه أيوة دخلوا مواقع اليوتيوب يشوفون المقاطع هي أصوات الحروف، والحمد لله شوي شوي وتعلموا خلاص يعني. إنزين، هل كان بالنسبة لتدريب المعلمين كيف كان طبعا عمليات تدريب المعلمين وفق اللي هو برنامج صوتيات جيليفونكس، وضعية اللي هي طبعا الدورات التي تم طبعا خضعتوا لها، أيضا هل كانت وفق مثلا مجموعات، هل أيضا دخلتوا فيها الأنشطة المتنوعة الخاصة في هذا البرنامج؟ أيوة طبعا احنا اخذنا دورات تدريبيه. هذه الدورات التدريبيه يعني شملت كل شيء، اعطونا حتى عندنا ماتيريالز اللي هي ادوات. هذه الادوات وايد نفعتنا في التدريس، اللي هي مثلا الستوري، هذه الستوري القصه، هذه القصه يعني لكل حرف لازم لقصه، كل حرف له قصة. أيوة لكل حرف لازم له قصة في البداية، تترسخ القصة في ذهن الطالب. أيوة حلو. لأن طريقة يعني جديدة وكذا تعرفين، والطالب حتى أنه يشوف مثل هذا الحرف حتى يعني يشوف الأشياء اللي موجودة. نعم. اللي تبدأ بهذا الحرف، فكان سهل عليهم أنهم يشوفون، حتى يسمون هذا الاسم يعني الولد هذا يسمونه باسم من أسمائهم يبدأ بهذا الحرف مثلا. حلو. فكان وايد يستانسون الطلاب. انزين حدثينا ايضا عن طريقه الكتابه، كتابه الحروف كيف كانت، يعني نفس الشيء طريقه كتابه الحروف وتسهيلها وتبسيطها لهؤلاء الطلاب وخاصه لطلبه الصف الاول الابتدائي؟ ايوه هي وايد صارت سهله، لان يعني في عندنا طرق جديده يعني. أيوة. كانوا في طلاب تعرفين صف اول ما يقدرون يكتبون، يعني مرات ما يقدرون يمسكون القلم او انه يمسك القلم. ايوه بالفعل. يمسك القلم بالبدايه، فكان نحن اول شيء نعطيهم الحرف مثلا على الهواء يكتبونه مثلا على ايدهم بالاصبع يعني. نعم. مش بالقلم. ايضا على الطاوله مثلا، على ظهر زميله. ايوه مثلا ولكن طبعا على الهواء. ايوه بالهواء. أيوة. مثلا ايوه على الهواء، يعني بعدين يمسك القلم بيكون شويه اسهل عليه. وحتى بعد ممكن بطريقه ثانيه اللي هي عن طريق المواد البيئيه الموجوده. نعم. يعني مثلا الصلصال بشكله على الطاوله مثلا. ايوه مثل هذه اللقطات اللي الحين واضحه على اللوحه في البرنامج. ايضا حدثينا اكثر عن دور هذه العمليه في رفع المستوى التحصيلي للطلاب الدارسين. الحمد لله وايد رفع من مستوى التحصيل للطلاب، خاصه في ماده اللغه الانجليزيه، لان عرفوا يكتبون يعرفون يقرون الحمد لله، فهذا الشيء وايد رفع من مستواهم. انزين حدثينا ايضا عن الانشطه المصاحبه خاصه يعني بهذه المنهج، هل هي فقط اللي هي طريقه الكتابه حدثينا عنها اللي هي الكتابه على الهواء او غيرها بطرق. أيوة. متنوعه ومختلفه، وهذا الشيء اعطاهم نوع من الثقة. أيوة. بحيث أنه لما يرجع يكتب على الدفتر يكتب الحرف بكل ثقة. صح أستاذة؟ أيوة. أيضا أعطينا بعض الأنشطة الأخرى اللي تعلمتوها من خلال الدورات اللي أخذتوها في المديرية. عندنا هذا الكتيب، هذا كتيب المعلم. نعم. هذا دليل المعلم. أيوة نفس الشيء يكون مع الطالب. أيوة. أيوة نفس الشيء، في نفس الشيء مثل ما قلت لك اللي هي الحروف الأنشطة،
يكتبون الحرف. شوفي شكل الحرف بعد في تلوين يعني في متعة. أيوة. يعني جميل. غير هذا الشيء في متعة في تسلية إنهم يلونون يشوفون الأكشن هني حركة الحركة الحرف. لازم لكل صوت لازم لحركة حلو. عشان ترتسخ عقلهم. كل صوت له حركة. أيوة. وذكرتي إنه أيضا له أغنية. أغنية. وأيضا له قصة. قصة. يعني أشياء يعني مختلفة متنوعة. في الحصة هذه. في الحصة. كل شيء نسوي هذا. جميل. في وايد يستمتعون حتى ما تحسينهم ما يحسينهم إنهم حاسين بالملل. انزل لوين ننتقل الى الاملاء يعني حتينا على الاملاء خاصه يعني بخصوص اللي هم طلبه الصف الاول متى ياخذوا املاء يعني يكتبوا الحروف غيب ايوه ما شاء الله عليهم يعرفون أيوة. يعني نحن ما نعطيهم خمس حروف خلاص يعني عارفينهم نسوي لهم املاء وما شاء الله عليهم يعني يجيبون درجات نهائيه يعني مثلا خمس حروف خمسه من خمسه يعني تستغربين من صف اول أيوة. يعني يخلصون الكورس الاول يعرفون يقرؤون أنا أحس إنه ما بستغرب لأنه في طرق متنوعة لترسيخ الحرف أصلاً نفسه. أيوه. كذلك نفس الشيء الكلمات. نفس الشيء. أيوه الكلمات. الكلمات نفس الشيء. كاملة. شوي شوي بالتدريج بعدين الفصل الثاني جمل. إنزين كيف أفادهم هذا البرنامج في عملية القراءة؟ بخصوص قراءتهم يعني هل يستطيعون قراءة يعني مثلاً فقرة؟ أيوة. كاملة من سطرين من ثلاث سطور مثلا على سبيل المثال أيوة عندهم القدرة على القراءة أيوة طبعا لأن هذا البرنامج يعتمد على النطق نطق الحرف فبدل ما يقول مثلا مثلا ريد ريد يعني R E D لا خلاص هو متعلمينها على أساس النطق R E D فسيدة بيعرفها يعني عادي إنزين إحنا نشكرك الشكر الجزيل على توضيحك لبرنامج جولي فونكس طبعا شكرا لأن فعلا هي تجربة نعتبرها طبعا جديدة على السلطنة وتم تجربتها وبعد ذلك طبعا تم نشرها على محافظات السلطنة وبالفعل هي جدا جميلة بعد ما اقتربنا منها وتعرفنا على تفاصيلها شكرا جزيلا أستاذة آمنة بنت علي البلغونية شكرا جزيلا لك تفضلي بغيت أشكر مديرتي نعم. الغالية هي أمي الثانية أستاذة بدرية رئيسي ومعلمي الأول اللي وقفت وايد معانا طبعا أستاذة ندى الشنفري ومشرفتي خلود البلوشي أشكرهم جزيل الشكر على وقفهم وقفتهم معانا ودعمهم معانا وعندنا هني بعد سيديهات هذه سيديهات فيها فعالية خاصة بالبرنامج أيوة فعالية خاصة شكرا. بالبرنامج نشكرك إحنا طبعا أيضا نشكر الأستاذة بدرية وندى وكل اللي شكرتيهم وشكرا على تواجدك معنا أستاذة آمنة وأيضا شكرا على بوكيه الورد اللي جبتي لنا إياه شيء بسيط شكرا جزيلا لك وأيضا نشكر مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لبرنامجنا برنامج قهوة الصباح الكثير من الفقرات المتنوعة اللي مرنا فيها اليوم من بداية الصباح حتى نهاية نتمنى أنكم قضيتوا وقت جدا ممتع ومميز في هذا اليوم اللي هو الأحد نتمنى لكم أيضا أسبوع جدا موفق وحافل بكل ما هو مميز وجديد ويومكم رائع وأشكر أيضا الزملاء سيف وحوراء وأيضا أيمن اللي كانوا معنا في تقديم برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم أتمنى لكم يوم جميل وسعيد ورائع وإلى اللقاء